خلينا نقول لك تعالى بكل حبك، تعالى بكل قدرتك، تعالى بكل سلطانك يا رب في وسطنا النهاردة. مش هنتنازل يا رب عن إنك تيجي يا رب فعلا بكل حبك يا رب، بكل سلطانك يا رب في وسطنا. نسبحك بكل القلب، مش لأي حاجة غير لأنك أنت مستحق يا رب وحدك، مستحق أنك تاخد كل سجود وكل عبادة وكل تسبيح وكل تهليل يا رب القلب ليك. أنت مستحق يا رب وحدك وليس إله آخر معك. عشان كده يا رب النهاردة بنقول لك فعلا يا رب نرفع قلوبنا ليك بتسبيح حقيقي يا رب، فيستطاب عندك يا رب أكثر من أي ذبايح تانية يا رب النهاردة. نسبح اسمك بتسبيح يا رب فيستطاب عندك يا رب أكثر يا رب من أي ذبايح تانية. مبارك اسمك يا رب، ليه كل المجد. أمين. فشاعي بيقول كده: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه. والنهاردة دعوة لينا إن إحنا نرفع عينينا إلى العلاء وننظر من خلق هذه، وننظر الإله بتاعنا. مزمور، اللي يحب يفتح معايا مزمور 8 بيقول كده. مزمور 8 أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه،
أيها الرب وسيدنا، ما أمجد اسمك في كل أرض. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. ارفعوا عيونكم إلى العلاء، ارفعوا عيونكم إلى العلاء وانظروا من خلق هذه. خلينا لمدة ثواني فعلاً literally نرفع عينينا لفوق للسماء، للكون اللي حوالينا. الأوقات بنحس إنه حاجة فاضية بنسميه الفضاء، بس الفضاء ده مش فاضي. الفضاء ده فيه حاجات كتير قوي ربنا عملها. ويمكن لما الدنيا بتبقى بالليل بنشوف شوية نجوم كده بسيطة، بالذات في كندا السماء متبقاش كلير، فبالنسبة فمبقاش فيه نجوم كتير. لكن هناك في هذا الفضاء وفي اليونيفيرس زي ما بنقول، في حاجات معقدة جدا جدا بتدل على الشخص اللي عملها، بتدل على عظمة الإله اللي عملها. ما أعرفش كم واحد يعرف كلمة جالاكسي معناها إيه. الجالاكسي هي عبارة عن مجموعة نجوم. أوكي، طب خلوني أكمل. ممكن الجالاكسي هي عبارة عن شوية نجوم مع بعض كده، ملايين وبلايين من النجوم بتبقى في أتراكشن بينها، بس في مسافات ثابتة بينها وبتدور في مدار معين، وده بنسميه الجالاكسي. الكون فيه كام جالاكسي؟ في ملايين من الجالاكسيز. والجالاكسي بتاعنا اسمه ميلكي واي، اللي الأرض عليه الجالاكسي ده اسمه ميلكي واي. والنجم اللي هو واحد من النجوم اللي موجودة في الجالاكسي دي هو الشمس، اللي الأرض وشوية بلانس بيدوروا حواليها. هناك ملايين ملايين من الجالاكسيز، لو تروح على جوجل تعرف تقدر تتفرج وتقدر تشوف ملايين وبلايين من الجالاكسيز والنجوم اللي بتدور بسيستم معين بنظام معين، فعلا معقدة جدا. هو ده الإله بتاعنا، دي حاجة واحدة. ومع ذلك كل الجالاكسيز وكل الحاجات دي محدودة جدا، محدودة قوي قدام ربنا، رغم ان هي اعدادها هائلة لكنها محدودة قوي قدام الإله بتاعنا. عشان كده بيقول ارفع عينيك لفوق، ومش بس عد النجوم لكن شوف مين اللي ورا الحاجات دي. الارض، الشمس بتبقى نقطه صغيره قوي، لما تبص في الجالاكسي الشمس ما بتبانش خالص، ما بالك الارض، ما بالك انا وانت، لا ولا حاجه، صح؟ لا ولا حاجه. مش كده نفسي في الترنيمتين الجايين فعلا نثبت عينينا ونقول يا رب فعلا اذا ارى سمواتك، عمل اصابعك، من هو الإنسان وأنا مين؟ ده الأرض مش باينة أساساً، الشمس مش باينة، فأنا مين بقى في الآخر؟ يا دو
قدام ربنا. خلي كل واحد مننا يقف قدام الإله المهوب، الإله العظيم، يقول له مين أنا يا رب؟ من هو الإنسان حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ زي ما داود قال له قدام عظمتك أنا مين النهاردة؟ أنا مين يا رب؟ دي له مجد بينك وبينه في لحظة. قول رب أشكرك لإني متشاف وسط كل الهيصة دي، حتى لو الأرض مش باينة في الجالكسي الكبير ده، لكن أنت شايفني في مكاني بظروفي كل حاجة فيا. قوله لو أنت يا رب النهاردة مش موجود في حياتي كنت أنا هبقى مين؟ كنت هبقى مين من غيرك؟ كنت هسوأ إيه؟ شوية تراب من غيرك كنت هبقى مين؟ كنت هسوأ إيه؟ قوله عشان كده يا رب أنا قلبي يسجد ليك كل يوم لجلالك، ويعترف إنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. لينا في الترنيمة الجاية فعلا نقدم لي سجود حقيقي ومجد حقيقي.
تخيلوا لو الشمس قررت في يوم الأيام إنها تقرب سنتي من الأرض، يحصل إيه؟ يبقى فحمة صح؟ كلنا كده فحمة. مفيش إله، لو مفيش إله نمشي كل الحاجات دي بسيستم معقد جدا كان زماننا إحنا مش موجودين، صح؟ صح؟ عشان كده نفسي في الترنيمة الجاية ده بقى إعلان إيمان مني. إحنا تعودنا نقول الترنيمة دي بلغة المخاطب، لكن نفسي نقولها النهاردة ونعلن إيمان في إن الإله اللي بيدير الكون بدقة متناهية لسنين هذه عددها واللي مش هيتغير السيستم بتاعه، يقدر ياخد باله مني، يقدر يعولني، يقدر يحل مشاكلي، يقدر يقودني من نصرة إلى نصرة، صح؟ مش كده؟ نفسي في الترنيمة دي نبقى فيها بنعلن إيمان. أنا بشهد وبقول له أنا ما بعولش الهم، مش أنا بقول لك أنت ما تعولش الهم، أنا ما بعولش الهم. تقدر تقول كده؟ تقدر تقول كده النهاردة؟ تقف وتقول أنا ما بعولش الهم وما بخافش، ده إلهي حي ما بينامش. مش عايزين نقولها لبعض، لكن عايزين نقولها كشهادة حقيقية مننا للإله اللي بيدير هذا الكون المعقد، يقدر ياخد باله مني، صح؟ أمين؟ خلينا نقولها وإحنا واقفين.
مصدق الحكاية دي. كم واحد مصدق وبيقولها بإيمان وبيقولها بثقة وبيقولها مش بس عن اختبارات فاتت لكن عن اختبارات جاية. مين النهاردة يتكلم على حياته هو شخصيا بالبركة؟ مين النهاردة يقول له يا رب أنا فعلا مش بعول الهم؟ لو أنت النهاردة مش الشخص اللي بتعول الهم وبتقلق على حاجات كتير، بس أقول له يا رب من النهاردة أنا بقول لك أنا مش هعول الهم لأنك أنت موجود. خلونا نقول بس القرار مرة تانية، وفعلا ده نبقى إحنا بنتكلم على حياتنا بالبركة وبنتنبأ على حياتنا بالبركة، وهتكون في بركة في حياتنا. ماشي؟ أوكي. خلينا نقول العدد القرار تاني. حلوة قوي ربنا كلمني فيها من زمان قوي من وانا صغيره، والايه دي هي اتس فور مي من ربنا. يعني من كل ايات الكتاب هي دي الايه اللي ربنا اداها لي في يوم من الايام، واللي فضلت معايا 30 سنه 35 سنه وانا صغيره. نفسي اقراها معاكم واشارككم معاك يعني بيها، وبعدين هنكمل ترنيم. الايه دي في صفانيا 3، صفانيا 3 وعدد 17. تقول كده الرب إلهك، يا فلان يا فلانة يا كنيسة يا أماني يا إكي يا شريف، الرب إلهك إلهك في وسطك جبار. إله اللي احنا كنا نشوف جبروته في الكون وفي الجالاكسيز وفي النجوم وفي الستارز، اللي كل حاجة أعملها ماشية بسيستم معقد جدا. اللي بياخد باله مني يقول كده، أنا إلهك وإلهك في وسطك جبار يخلص، جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبتي، يبتهج بك بترنم. هو عدد واحد، رب إلهك وإلهك في وسطك جبار يخلص. جبار من الإنجليش معناها وارير، رجل حرب، يعني مقاتل ما يدخل حرب ينتصر، ده معنى جبار هنا بالنسبة لحياتي وحياتك. هو كده وارير، وارير يعني جبار يخلص. وبعدين بيقول يبتهج بك فرحا، يبتهج بك بترنم. تخيلوا ربنا زمان لما قال ليكن نور فكان نور، لما قال كلمة ليكن فكان، فكلمته أوجدت الأرض وأوجدت النور وكل حاجة. لكن هنا بيقول إن الله يبتهج بك بترنم، هيتكلم يعني هيرنم على حياتك وعلى حياتي. متخيل ربنا يرنم وينبسط على حياتي وحياتك؟ فربنا لما يرنم مش بس يتكلم، يبقى في ارض جديده وسماء جديده في حياتي وحياتك. صح صح ولا لا؟ تخيل ربنا يرنم يبقى فرحان بيا لدرجه ان هو يرنم على حياتي وعلى حياتك، يبقى في ارض جديده وفي سماء جديده في حياتي وحياتك. صح؟ خلينا بالثقه دي نقول يا رب النهارده انت جبار في الكون، بس جبار في حياتي ومنتصر وغالب، وتتكلم على حياتي بالبركة وتفرح وترنم على حياتي. تخيلوا ابتهج بكي بترنم، ان الله يبتهج. ودي والحقيقة الآية دي فضلت معايا طول حياتي، انه انا هخليكي انتي تسبيحة، وانا فعلا I will rejoice over your life. تخيلوا لما ربنا يفرح ويرنم على حياتي وحياتك، what a blessing. صح؟ اي بركة لينا.
عشان كده نفسي في الكام ترنيمة الجاية نقوله ليس مثلك يا رب، ليس مثلك. كبار، منتصر، غالب في حياتي، بتأمر بالبركة، بتعد أمور عظيمة في حياتي. اللي يحب يوقف في دول دي فيها إعلان إيمان تاني بيه، انك تتكلم على حياتي بالبركة، تفرح بيا. Sing over me.
لحظات، خد لحظات قدام الرب النهارده، خد لحظات قول يا رب انت بتتكلم بالبركه على حياتي، انت تصنع امور تليق باسمك في حياتي. تخافش، مش بس ما تعولش الهم، لكن قول يا رب انت تصنع اكتر جدا مما افتكر او اطلب في حياتي، في حياه عيلتي، في حياه اولادي، في الجيل الجاي. يختبر نفس الكلمات دي، انك انت جبار في وسطهم، تخلص، تبتهج بهم فرحا. يا رب نشوف اجيال، يا رب اجيال، اجيال جايه فعلا تختبر كبروتك، تختبر خلاصك، تختبر يا رب فعلا انك to rejoice over their lives يا رب، انك فعلا يا رب تسبح over their lives يا رب. اولادنا نحطهم قدامك يا رب، والاجيال اللي جايه كلها يا رب. بنقول لك النهارده بنعلن ايمان، مش بس لايامنا ولحياتنا، لكن لاجيال يا رب جايه، لاجيال والاجيال جايه يا رب باسمك. نعلن بايمان يا رب تبتهج بنا فرحه، تسكت في محبتك، تبتهج بنا بترنم. اشكرك يا رب. نعم يا رب احنا we are not a loser. We're not losers يا رب معاك، لكن اديتنا يا رب فعلا، باركتنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، عشان كده بنقدر نيجي نقف قدامك يا رب النهاردة، وبنقول لك يا رب ان بنتمسك بكل بركة روحية انت باركتنا بيها في المسيح. اشكرك، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب من اجل حياة ولادك وحياة كنيستك يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، لكل المجد. عارفة ان انا طولت، بس نفسي اختم بترنيمتين، نفسي نقول يا رب عايشين معاك في هنا، حتى لو في صعوبات، صعوبات هتبقى موجودة، لكن احنا هنتهنى بيك في وسط كل الصعوبات دي، هنفرح بيك، مسك بيك. وده اعلان ايمان اخر مننا ككنيسة النهاردة، ان احنا نعلن ايماننا يقف مننا. هنختم بيهم. عايشين